صديقتي أصدقائي من مدينة موريال الكندية، أحييكم. وعن زيت أرغان أحدثكم. في الحقيقة كان ذهولي بحجم السماء، وصرت في لحظة ما غير قادر على تجميع شتات أفكاري وترتيبها كي أستوعب سر الكنوز التي نمتلكها كمغاربة وتختزنها أراضينا على شكل خام وبلا اكتراث، ليتلقفها الغرب ويحولها إلى مناجم من ذهب. شجرة أرغان في المغرب في واقعها الحالي مجرد شجرة برية لها حضور مقدس في ذاكرتنا، وهي للحطب أيضا، وفي أحسن الأحوال لاستخلاص زيت يقدم مع قهوة الصباح. لكن شجرة أرغان وثمار أرغان وزيت أرغان في كندا وأمريكا هو سر الجمال المغربي. The Moroccan Beauty Secret. Le secret de la beauté marocaine. صنع في أمريكا. وإلى يومنا هذا تتعرض غابات أرغان بالجنوب المغربي لاستغلال مفرط وخطير، سواء من طرف رعاة الماشية أو منتجي حطب الوقود وإنتاج الفحم الخشبي. من هنا تبدو الحاجة ملحة أكثر من أي وقت مضى لحماية شجرة الأرغان بالمغرب من الانقراض ومن الأفعال الجائرة. وبطبيعة الحال هذا العمل يستوجب تضافرا فعليا وحقيقيا لجهود العديد من الجهات والفعاليات والهيئات والمنظمات الوطنية والدولية، من ضمنها الحكومة المغربية بمراكز بحثها العلمي المتعدد، بإدارة مياهها وغاباتها، بتعاونياتها النسوية التي تشتغل أو تستثمر في إنتاج زيت أرغان، وكذلك إلى المقاولات الاستثمارية المتعددة في هذا المجال. في سنة 1999 أصبحت غابة الأرغان محمية طبيعية من قبل اليونسكو، وتم حظر الاستغلال المفرط لزيت الأرغان بشكل صارم، ويتم حمايتها حاليا من خلال ممارسات الحصاد المستدامة وجهود إعادة ما يسمى بالتحريج. لا حاجة إذن لتذكير المغاربة وساكنة الكرة الأرضية أن شجرة أرغان من النباتات الطبيعية التي تنمو فقط في الجنوب المغربي، خاصة في سوس، أكادير، تيزنيت وما بين مدينة الصويرة وتفراوت، وكذلك بمناطق أخرى. وتذهب بعض الكتابات إلى وجود شجرة أرغان لكن بكمية قليلة جدا بالجنوب الغربي الجزائري، وكذلك بجنوب فلسطين المحتلة وتحديدا بصحراء النقب ووادي عربة، وكذلك في المكسيك وكاليفورنيا. وقد عمرت هذه الشجرة ملايين السنين وتتوفر على قدرة هائلة لمقاومة الجفاف ومحاربة ظاهرة التصحر، وتنتشر على مساحة الآلاف من الهكتارات في عدد من المدن الجنوبية المغربية، من ضمنها الصويرة وأكادير وترودانت وتيزنيت ومنطقة إيت بامران، سيدي إفني، شيشاوة وغيرها. وغير خاف أيضا أن زيت أرغان الذي يستخلص بطريقة خاصة يستعمل في أغراض التغذية والتجميل وبعض العلاجات الطبية، كما تستغل فضلاته ك
كعلف مقوٍ للماشية. الشامبوان سحر أرجان، مصنع في الولايات المتحدة الأمريكية، ويباع في الأسواق هنا في كندا بحوالي أو ما بين 8 إلى 10 دولارات للقارورة، وبمواصفات عالية الجودة. هو مرطب جدا للشعر الجاف والتالف، وحام لأصباغ الشعر ومعالجها كيميائيا. هو إكسير الشباب أيضا. زيت أرجان يغذي بشكل رائع الجلد والشعر، وهو مكيف سحري ومرطب للغاية. ووفق ما كتب على لوحته الترويجية، هو مكيف عميق وغني جدا، وينعم الشعر بسرعة، وهو محضر بمكونات تنشيطية مصممة خصيصا للشعر المتمرد أو الخشن الجاف والتالف. وباستعماله حتما سيبدو الشعر ناعما لامعا ومورقا. والأرجان أو الأرجان أو الأرغان أو الأرقان أو لوز البربري له اسم علمي، أرجانيا سبينوزا، وهي شجرة نادرة للغاية. واستنادا إلى مراجع متطابقة، يوجد نوعان من زيت الأرجان: زيت خاص بالطعام وزيت خاص بالتجميل. فالأول الذي يستعمل عادة في تحضير الطعام والمكون الأساسي لأملو، لونه بني داكن وذو طعم قوي، وذلك راجع حسب المتخصصين إلى تحميص لوز شجر الأرجان قبل أن يتم استخلاص الزيت منه. أما بالنسبة للثاني ذو اللون الأصفر الذهبي، فهو بسبب استخلاص الزيت من لوز الشجر الأرجان دون تحميص، لذلك يستعمل كمرطب للبشرة ويدخل كمركب مهم في الصناعات التجميلية الراقية، ويعتبر أكثر غلاء من النوع الأول لكثرة الطلب عليه. وحسب ذات المراجع يتم تحضير هذا الزيت بطريقة العصر على البارد، وهي الطريقة المعتمدة لتحضير الدرجة التجميلية من زيت الأرجان. وطريقة العصر البارد هي المثلى التي تحافظ على العناصر المغذية والفيتامينات في الزيت المعد للاستعمال التجميلي. ويمكن تمييز هذا الزيت من لونه، حيث يكون لونه أصفر ذهبي وذو رائحة خفيفة مميزة، ويكون أغلى سعرا. وفي التاريخ، فإن هذا الزيت استخدم منذ القدم من قبل النساء الأمازيغيات كمرطب للبشرة الجافة وكمضاد للتجاعيد، وذلك لاحتوائه على الأحماض الدهنية الأساسية الأوميغا 6 والأوميغا 9 ومضادات الأكسدة وجفاف البشرة. وفي مستحضرات التجميل يستعمل زيت الأرجان كمضاد للشباب، للصدفية، مضاد لاحمرار الجلد، كما أنه مضاد للتجاعيد ومرطب للبشرة. زيت أرجان مفيد أيضا لتنظيف البشرة من آثار وندوب حبشباب، ويعطيها النعومة واللمعان في حالة الخطوط البيضاء والتشققات. هو أيضا مغذي للشعر
وفروة الرأس ويقضي على القشرة كما يعطي الشعر لمعانا وبريقا وملمسا حريريا كما يفيد في الوقاية من خطوط الحمل على جلد البطن وعلاجها. يعيد النضارة أيضا والحيوية للبشرة بشكل عام خلال عدة أيام فقط من الاستخدام. زيت أرجان يحفز الوظائف الحيوية لخلايا الجلد، يرمم الحاجز الجلدي، يقاوم شيخوخة الجلد، يغذي الشعر وينعمه ويحميه من التلف، يقوي الأظافر أيضا ويعيد الحيوية لها، يخفف من آثار حبشباب وندوب الحروق والجروح، كما أنه آمن تماما للاستخدام على بشرة الأطفال. تم إدراج شجرة الأرجان والممارسات المتعلقة بها لاستخراج زيت أرجان ضمن لائحة التراث العالمي الإنساني اللامادي لليونسكو، وذلك بعد دراسة الملف وتقييمه ثم المصادقة عليه بامتياز، وتم إدراجه تحت عنوان عادات وممارسات ودراية بشأن شجرة الأرجان في سنة 2005. فوائد شجرة الأرجان: استخدام قشورها ثمارها بعد استخراج الزيت كطعام للماشية، حماية التربة من خطر الانجراف والتعرية والتصحر، والمحافظة على التوازن البيئي، حيث تضرب جذور شجرة الأرجان في الأرض لعمق قد يصل إلى 200 متر تقريبا، إمكانية استخدام زيتها في الطهي، الاستظلال في ظلها في فصل الصيف، الاستفادة من أخشابها في التدفئة في فصل الشتاء. فوائد زيت شجرة الأرجان: تنظيف البشرة ومعالجة الخطوط البيضاء والتشقق.